لما سعيد بيكون معصب مثل كتير من الناس بياكل شوكولا أو سكريات. العلماء اكتشفوا أنه هالسلوك مرتبط بهرمون السيروتونين الملقب بهرمون السعادة. السيروتونين موجود بخلايا عديدة من الجسم، وعلى فكرة 90% منه موجود بالجهاز الهضمي. بس أنا بدي أحكيك يا سعيد عن تواجده بالجهاز العصبي، لأنه بيساعد على تنظيم المزاج والشهية والنوم، واكتشافه أحدث ثورة بعلاج مرض الكآبة. فحول العالم أكثر من 350 مليون شخص بيعانوا من الاكتئاب، والعلماء اكتشفوا أن المصابين بالاكتئاب عندهم مستويات منخفضة من السيروتونين بالدماغ، ولما بتاكل نشويات وسكريات بيزيد إفراز السيروتونين بالجهاز العصبي. طيب كيف فينا نزيد مستوى هرمون السعادة بالجسم يا سعيد بطريقة طبيعية؟ الطريقة الأفضل هي الرياضة، وأنت بتعرف أنه بنشعر بالراحة والهدوء بعد انتهائنا من الجري أو السباحة. من الأغذية اللي بتساعد على إفراز السيروتونين الشاي الأخضر، بهار الكركم، الكاكاو والشوكولا. أما الجوز فبيحتوي على 300 ميكروغرام من السيروتونين بكل جرام. دائماً نكتشف منافع جديدة للرياضة والتغذية الصحية، ومنها هرمون السعادة. وعساكم دوم بصحة وسعادة.